واحدة بتقول كيف أتعامل مع زوجي وأكسب حبه على مدى الحياة وأجعله دائما معي في كل شيء. خليك أنت معاه يبقى هو معاك، لا تعاندي زوجك، ما تنشفيش راسك مع الرجال ما يحبوش نشوفية الراس. يحب الزوجة تكون طيبة وهادية معاه، وينطبق عليها فعلا كلمة الجنس اللطيف. فلو فقدت صفة الجنس اللطيف هتفقدي زوجك ومحبته. ثم المحبة دي كانت موجودة من أيام الخطوبة ولا ما كانتش موجودة؟ شوفي نفسيته إيه وإيه اللي يريحه. ما تخلفيش إلا في الحاجة اللي ضد ضميرك الديني يعني، وحتى فدي تكوني رقيقة في مخالفتك.